من بين الأكبر والأكثر تنوعا بالمنطقة، تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية. طورت إيران منظومتها الصاروخية بعد حربها مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، وتم هذا التطوير بمساعدة بعض الدول مثل كوريا الشمالية وروسيا والصين. كما اتخذت إيران خطوات مهمة نحو الاكتفاء الذاتي. كانت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980-1988 نقطة تحول في مسار تطوير صناعة الصواريخ الإيرانية. وإذ كان من الصعب على طهران الحصول على معدات عسكرية في أثناء تلك الحرب، فإنها حاولت تطوير نظامها الدفاعي بواسطة مجموعة صواريخ كانت أبسط وأرخص من تطوير نظامها الهجومي وشراء المقاتلات الحربية. وبدأت إيران باستيراد عدد من صواريخ سكود السوفيتية من ليبيا وكوريا الشمالية في أثناء الحرب مع العراق، وطورت منظومتها الصاروخية بعد الحرب بمساعدة بعض الدول مثل كوريا الشمالية وروسيا والصين. كما اتخذت خطوات مهمة نحو الاكتفاء الذاتي. وتمتلك إيران إحدى أكبر ترسانات الصواريخ وأكثرها تنوعا في المنطقة، إذ تشمل مجموعة متنوعة من صواريخ بعيدة المدى ومتوسطة وقصيرة المدى. وسنذكر هنا أشهر الصواريخ الإيرانية وأهمها حتى اللحظة. صواريخ بعيدة المدى شهاب 3 هو أحد أقدم صواريخ إيران الذي بلغ مدى أكثر من 2000 كيلومتر، وهو نسخة ممتدة من صواريخ شهاب 1 و2 التي بنيت باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشمالية. ووقود هذا الصاروخ سائل وله القدرة على حمل رأس حربي تراوح زينته بين 800 و 1200 كيلوغرام، كما يبلغ مداه بين 1300 و 2100 كيلومتر. كما يبلغ مداه بين 1300 و 2100 كيلومتر حسب حجم رأسه الحربي، ويبلغ وزنه 16 طنا بطول 16 مترا وقطر 1.3 متر. ودخلت النسخة الأولى من شهاب 3 الخدمة الرسمية لدى الجيش الإيراني في صيف 2003. صاروخ قدر الإيراني. تمتلك إيران 3 أنواع صواريخ من طراز قدر، وهي H و F و S. ويستخدم صاروخ قدر F الباليستي الوقود السائل، وهو تجسيد لجهود طهران في تركية صاروخ شهاب 3. وبمقدور صاروخ قدر ضرب أهداف على بعد 2000 كيلومتر بدقة عالية. كما يبلغ وزنه 17 طنا وطوله 15 مترا وبقطر 1.25 متر، وهو قادر على حمل رأس حربي بوزن 640 كيلوغراما. صاروخ عماد هو أول صاروخ بعيد المدى لإيران، وهو صاروخ أرض أرض، ويبلغ مداه نحو 1700 كيلومتر، ويزن قرابة 17.5 طنا، ويبلغ وزن رأسه الحربي قرابة 750 كيلوغراما، وطول الصاروخ 15.5 متر بقطر 1.25 متر، ويعمل أيضا بالوقود السائل. صاروخ سجيل هو صاروخ أرض أرض، ويحتوي على محركين يعملان بالوقود الصلب، ويراوح مدى بين 2000 و 2500 كيلومتر، وتم اختباره عام 2008. ويزن سجيل قرابة 23 طنا، ورأسه الحربي نحو 650 كيلوغراما، ويناهز طوله قرابة 18 مترا، وقطره يبلغ 1.25 متر. صاروخ خرم شهر يبلغ مدى 2000 كيلومتر، وقد كشف عنه عام 2017، وهو قادر على حمل رأس حربي وزنه 1.8 طنا، ويمكنه أيضا حمل رؤوس حربية عدة. ويعمل هذا الصاروخ خرم شهر بالوقود السائل، ويبلغ وزنه 18 طنا وبطول 13 مترا وقطر 1.5 متر. صاروخ عاشوراء.
كشفت إيران عن هذا الصاروخ الذي حصل على لقب تاج الصناعة الدفاعية الإيرانية في ديسمبر عام 2008، ويبلغ مدى الصاروخ ما بين 2000 إلى 2500 كيلومتر، ويراوح ارتفاعه بين 19 و 23 مترا حسب الرأس الحربي الذي يمكنه أن يحتوي على 750 كيلوغراما من المتفجرات. ويطلق عاشوراء بواسطة محرك ذي مرحلتين بالوقود الصلب وبسرعة 6 ماج نحو 8 كيلومتر في الثانية حسب الخبراء، وهو قادر على حمل أنواع عدة من الرؤوس الحربية، صواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وتعد عائلة صواريخ فاتح من أشهر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في إيران، التي أنتجت أجيال مختلفة منها وتم تشغيلها. ومن أهم ما يميزها هامش الخطأ المنخفض جدا مقارنة بأنظمة صواريخ أرض الأخرى. وقد كشف الطهران عن النموذج الأول لصواريخ فاتح عام 2002، وهي مظاهر لسلسلة صواريخ شهاب لكنها تعمل بالوقود الصلب. صاروخ فاتح 110 وصاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، ويبلغ طوله 8.86 أمتار، ويبلغ مدى النموذج الرئيسي لهذا الصاروخ 300 كيلومتر، كما يزن 3.450 أطنان، ضمنها نصف الطن للرأس الحربي. وعام 2012 كشفت إيران النقاب عن الجيل الرابع من صواريخ فاتح 110، ويقدر هامش خطأ إصابة صاروخ فاتح 110 لأهدافه بأقل من 10 أمتار. ومن ميزات امتلاك نظام تحكم، وهناك صواريخ أخرى مثل فاتح 313 وكذلك زولفيقار وصاروخ خليج فارس وأيضا هرمز 1 وهرمز 2 وكذلك صاروخ مبين وديزفول، فضلا عن صواريخ الرعد 500 وهي من عائلة فاتح. ومع إزاحة الستار عن صاروخ الحاج قاسم أصبحت أسرة صواريخ فاتح تضم 13 صاروخا بأمداء وميزات مختلفة. صاروخ الحاج قاسم هو صاروخ باليستي كشف النقاب عنه في أغسطس آب 2020، يعمل الصاروخ بالوقود الصلب ويبلغ طوله نحو 11 مترا ووزنه 7 أطنان. وبمقدور هذا النوع من الصواريخ حمل رأس حربي وزنه نصف طن ويبلغ مدى 1400 كيلومتر. وصاروخ الحاج قاسم هو جيل جديد من قاذفات صواريخ فاتح 110، ولديه القدرة على تفادي أنظمة الدفاع الصاروخي. أصدقائي، شكرا لكم على المتابعة. إذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات نأمل الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد.